بفقرة نيتشر بصرنا نرحب بضيفة السيد روجيه سعد، مسؤول إعلامي في جمعية حماية الطيور في لبنان. صباح الخير. صباح. كيف صحتك؟ نشكر الله. كنا بحلقة سابقة حكينا عن الحملة الوطنية لحماية الطيور المهاجرة ومخالفات قانون الصيد. اليوم بدنا نحكي عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة اللي حددته منظمة الأمم المتحدة ب 14 أيار، وهو يحتفل فيه مثل ما قلت لي بأيار وبشهر تشرين الأول. صحيح. بداية خبرنا شو أهمية هيدا اليوم قبل ما نرجع نحكي طبعا عن فوائد أهمية الطيور المهاجرة. هيدا النهار مهم كتير بالنسبة للطيور المهاجرة، لأنه هي الطيور بتمرق فوق كل العالم، connecting people، يعني ما عندها حدود، تمرق بين دول كلها، وفي عندها عدة مسارات تمرق فيهم. فالأمم المتحدة لقيت أنه هاي الطيور عم تعرض كتير لمجازر ولقتل، فحبت تعمل هالنهار كتوعية لأهمية هاي الطيور بالبيئة، وحددته بال 2006 مع 65 دولة. حددت انه دائما ثاني سبت من شهر ماي وثاني سبت من شهر اكتوبر تشرين الاول. No. لسبب انه الطيور بتكون رايحه وجايه، يعني في طيور بترجع على المناطق البارده اوقات بترجع على الدافئ، بتكون رايحه وبتكون جايه حسب المسار اللي رايحه فيه. نحن هلا بلبنان موسم الربيع، بيكون الطيور راجعه على اوروبا تتفرغ وتبيض. نعم. دور الطيور المهاجره مهم بالحفاظ على توازن البيئه. اكيد. يمكن في كثير اشخاص ما بيعرفوا هالموضوع، هيك شو بتخبرنا؟ اكيد يعني العصافير مش بس انه عم نتفرج عليها جمالها بالطبيعه وجمالها بالجو وجمالها بالصور وجمالها بالكاميرات، العصافير لها اهميه كثير كبيره بالمحافظه على 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 البيئه بشكل عام. يعني لما تمرق باجواءنا غير انه كثير حلوه بالجو ونتفرج عليها ونحمل النواضير ونصورها، جمالها انه بتعمل تنظيم للقوارض الموجوده على الارض. يعني مثلا النسوره بتاكل الجياف اللي موجوده بالارض، بيموت الحيوانات بالطبيعه، هي النسوره بتاكلهم بتنظف الطبيعه. اللؤلؤ والجوارح مثلا بياكلوا، في منهم بياكلوا حيايا بخففوا الحيايا المضره، مثل هذا الطير اللي هلا عم بيمرق باجواءنا هلا. نعم. كثير حلو هذا الطير، بيمرق باجواءنا وبينظف الطبيعه. في منهم مثلا بياكلوا الحشرات مثل السنونو، سنونو بياكل اكثر من بياكل البرغش، يعني وجود سنونو ما لنا بحاجه نحن للنشم. نعم. هلا عم نشوف كمان هالطير اللؤلؤ بيمرق برفوف باسراب كبيره بالالاف، مئات الالاف بيمرق اوقات بالجو عنا. وهيدا هذا شحرور موجود حول كل البيوت بشكل عام. هاي هون بنشجع العالم على مراقبه الطيور. التوعيه اللي لازم تصير اليوم شو هي؟ اهم شيء العالم تعرف انه هاي العصافير نحن بدنا نتعايش نحن وياها، يعني نحن مش بدنا نروح نقوصها ونقتلها. في مواسم معينه للقواس، عاده وزاره البيئه بتحدد الموقف. نحن هلا فصل ربيع وفصل هي بيتزوجوا بيتكاتروا، يعني عاده كل الطيور بالعالم كلها بتكون عم تتكاتر بهالوقت. فحبينا نحن نفرجي جمالها، يعني مش بس انه الطير هو بيفيد، حتى جماله يتصور. اهم شيء العالم تعرف انه نحن هلا من هلا لا ايلول ممنوع الصيد منعا باتا. من هلا لا ايلول؟ لا ايلول، لانه عاده الموسم ببلش بايلول بيخلص بشباط بشكل عام. كان هلا السنه الماضيه ما انفتح الموسم. هي كمان طيور اللؤلؤ مرقه كثير حلوه. كان في سلوغان قطع هلا من شوي على الشاشه، حافظ عليهم بحافظوا عليك. اكيد، لانه ممكن نحن اذا بنحافظ على هالطيور بتخلصنا من الحشرات المضره، بتخلصنا من القوارض، ما انه بحاجه نرش مبيدات ونتسمم. بعض الاحيان هالمبيدات عم تكون كثير قويه، بناكل منهم بنحس بتسمم، عم نروح على المستشفيات. بعض الاحيان اللي عم يتضرر حتى المزروعات، الفواكه عم تتضرر من المبيدات. يعني المبيدات بعض الاحيان كمان هالمبيدات اذا اكل منها مثلا ما بعرف حيلا حيوان اكل منها مات، بيجي النسر بياكله بموت من وراء السم اللي عم بيكون موجود بالمبيدات. مسيو راجي، بنعرف انه مش بس بلبنان، بدول العالم يمكن تنظم نشاطات، هيك خبرنا شو بيعملوا بالاجتماع. هو هذا النهار الحلو فيه انه هو بيدعي كل الناس تعمل نشاطات، وحتى في نهار اسمه جلوبال كمان سائب هذا السبت جلوبال بيج داي. نعم. وكمان بتشرين بيعملوا جلوبال بيج داي، هذا النهار كل اللي بيروحوا بيصوروا طيور وكل الناس اللي بتحب البيئه والطبيعه بينزلوا على الارض وبيروحوا بيصوروا وبصيروا يتباروا مين عنده طير اكثر، وبينزلوهم في ابلكيشن اسمها اي بيرد.
هالابلكيشن الناس بصير تنزل فيها عصافير بكل العالم، يعني هي مين ما كان بيقدر ينزلها، بصير يشوف مثلا، بصير يتسابقوا انا جبت اكثر انا شفت اكثر، يعني بيظهروا بيتمشوا بالطبيعه بيتفرجوا بيصوروا، يعني كثير 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 حلوه. وبتصير مباريات بين بعضهم، والاكثر من هيك عم نقول لهم للاولاد، عم ناخذ نعمل نشاطات للاولاد، بنقول لهم ارسموا تفرجوا على هذا العصفور ارسموا، تفرجوا على هيدي افتحوا مثلا من الاحرف فيه يرسم. حلو. يعني في كثير نشاطات كثير حلوه بتفيد. عم تشوف مع المشاهدين هلا مشاهد، شو بتخبرنا عن هالفيديو؟ هيدي بتفرجي بدايات الموسم هيدا النهار العالمي، اليوم العالمي. نعم، بلشت بافريقيا وفرجت اهميه العصافير، عملوها مثل احتفال، هو يعد احتفال لانه هاي العصافير اللي عم تمرق بين كل العالم، وفي عده مسارات بالعالم، يعني هي مش بس مسار اللبناني، في مسار اوروبي مسار الامريكاني، في 8 مسارات تقريبا واكثر بالعالم. هي مهمه كثير لهالطيور يلي بتروح تروح تاكل، او قد تفتش على وفره الاكل، تنتقل من منطقه على وفره الاكل، تقطع ملايين الاميال اوقات تتوصل على المناطق يلي بدها تاكل فيها، اوقات بتقطع فوق الصحراء، بتقطع فوق 100 دولة تتوصل على المنطقة الرايح عليها تتاكل. فنحن ليش بنشجع الناس انه انتبهوا ما توصلوا، يبقى هالطير واصل تعبان هلكان قاطع كل افريقيا وفات فوق صحراء سيناء وفات وصل على لبنان، بيجي شخص هيك زهقان بيحمل بارود بقوصه وبيترك تيموت من دون شيء. السنة عام 2022 شو الشعار المستخدم؟ هلا ايضا حنشوف مع المشاهدين مشاهد فيديو. هي حددت الامم المتحده انه كل سنه يكون في شعار لهالاحتفال. والسنه هو الشعار هو اللايت بوليوشن، تخفيت الضوء. ليش تخفيت الضوء؟ لانه عم باثر على طيران هالطيور الاسراب اللي عم تمرق بالبلدان كلها. هي مرأة بتشوفها الضوء بالليل اوقات عم بتضيع، بتفوت بالازاز او بتفوت بالبنايه او بالبلكون او بتضيع، خاصه انه صارت الناس بالليل عم بتحط كثير اضاءات غريبة، يعني ضوء قوي. والحلو انه عم نشجع نحن بالليل الناس تخفف الضوء، يعني لدرجه ما تخلي الضوء القوي، لانه طما يصير في تشتت بهالاسراب ما بقى بيقشع يمكن، او بيقشع غلط بفكر ضوء بفوت مثلا فيه بالغلط بيقلب. نعم. فعم نطلب من الناس كلها وبالعالم كلها، يعني هي هذا الاحتفال هو دولي بالعالم كله، انه يخففوا الاضياء. وفي كثير دول بالعالم، باوروبا بامريكا بعده دول، بلشوا بالليل يخففوا الاضاءه لدرجه انه مش بوقت مرور هاي الطيور، يعني مش انه عم نطلب نحن كل الوقت، في مسارات بيمرقوا فيها بهالوقت يلي عم يمرقوا فيها، بنطلب من العالم انه يخففوا الاضاءه برا، اذا بيقدروا يطفوها احلى واحلى، بس اذا ما بيقدروا يخففوها هالطيور تمرق بسلام وتوصل على المحل اللي رايح عليه. نعم، ايضا شعار استخدم بتقول مستر روجي اوصوا بالكاميرا، مش ايه اوصوا بالكاميرا مش بالباروده، يعني صوره العدسه يلي هي احلى بكثير من صوره الطير الميت. لما تصوري بالكاميرا او تشوفيهم قدامك تشوفيه طيب احلى ما تشوفيه ميت. طبعا. لانه الطير جماله هو وتعيش. خلي صيدك بكاميرتك. حلو، كلمة أخيرة لك بختم. كلمة أخيرة، بنتمنى من الناس توعى، تكون عندها وعي شوي زيادة على الاهتمام بالعصافير، لأنه العصافير هي شكل من الأشكال يلي نحن لازم نتعايش نحن وياهم، نعتبرهم هن من خلق الرب يلي الله أعطينا إياه وعطيه له كل شيء، إن كان لبسه إن كان أكله إن كان. وبيقول صباحا لما يشرب مي بيعلي تي مسجد الخالق، بيعلي وجهه بيشرب مي وبيعلي راسه. حلو. يعني الطير بشكل عام نتمنى العالم انه تهتم فيه وما تقوصه، تتفرج عليه تصوره تاخذ اولادها، النشاطات فيها تنعمل، مثل واحد كانه هن بيقولوا لك نحن بدنا نروح على الصيد، نحب نروح بالطبيعه، روح على الطبيعه صوره، ما تقوصه للموسم، لانه الموسم ينفتح في طرائد موجوده بتقدروا تقوصوه. نعم، يعطيكم العافية، عندكم دور مهم، دور توعوي بهالموضوع. متشكرك لوجودك معنا اليوم سيد روجي سعد، مسؤول إعلامي بجمعية حماية الطيور في لبنان. شكراً لكم. شكراً لكم كثير. مشاهدينا نتوقف مع فاصل لنتابع معكم برنامجنا لليوم. Noursat.